السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فنتابع درسنا في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. We will continue our class in the explanation of عمدة الأحكام by الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. ولازلنا في كتاب الصلاة في باب المواقيت. We're still in the book of the prayer in the chapter on the times of the prayers. حيث تكلم المصنف رحمه الله فيما يتعلق بأوقات الصلاة. Where the author رحمه الله talked about what is concerning the times of the prayers. ووصلنا إلى حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه. We reached the hadith of أبي برزة الأسلمي, may Allah be pleased with him. حيث قال المصنف رحمه الله, the author رحمه الله said, عن أبي المناهل يسار بن سلمة, under the authority of أبي المناهل يسار بن سلمة, أنه قال, دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. فهذا أبو المناهل يسار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه. يعني دخل هو وأبوه يطلبان العلم على هذا الصحابي الجليل أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه. So أبو المناهل سيار, عفوا أنا قلت يسار, سيار بن سلامة, he went along with his father to the house, or to they entered يعني they came to meet أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه, this great companion of the messenger صلى الله عليه وسلم. فقال له أبي حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. So he said to him, inform us, how did the messenger صلى الله عليه وسلم pray? يصلي المكتوبة. المكتوبة يعني هي الصلوات المقصود بها الفرائض. المقصود بها الصلوات الخمس. So he said to him, inform us, how did the messenger صلى الله عليه وسلم pray the prescribed prayers? كيف كان يصلي يعني في أي وقت, هذا هو المقصود بالسؤال. So here what is intended by the question is what time, when did the messenger صلى الله عليه وسلم pray each prayer of the five daily prayers. فقال كان يصلي الهجيرة وهي التي تدعونها الأولى. الهجير قلنا كما مر معنا في الحديث الذي قبله أنهم يسمونها الهاجرة, يسمونها الهاجرة وهي صلاة الظهر. So he said he used to pray الهجير. الهجير what is intended is the same as الهاجرة, which we mentioned in the previous class, which was mentioned in the previous hadith. يصلي الهجير وهي الهاجرة, والهاجرة سميت بهذا لأن الناس يهجرون أعمالهم لشدة الحر. So it is called الهاجرة because people abandon from the هجر, from abandoning, because people abandon their work because of the heat. And this is the time of ظهر. قال وهي التي تعدونها الأولى أو تدعونها, عفوا الأولى, and it is the one that you call the first. تدعونها الأولى لأن جبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس وبدأت وكانت أول صلاة أمه بها هي صلاة الظهر, فلهذا يسمونها الأولى, يعني أنها أول صلاة, وهي أول صلاة في النهار. نعم. So he said, and it is the one that you call the first. They call it the first because when Jibreel alayhi salam came to lead the messenger sallallahu alayhi wa sallam in the prayers, and he led him in the five daily prayers, he started with the dhuhr. It was the first prayer that he led him with or in.
and therefore they call it the first. And it is the first prayer in the day, during the day. قال كان يصلي الهجر وهي التي تدعونها الأولى حين تضحد الشمس. حين تضحد الشمس. وتضحد هذه يعني تزول عن وسط السماء إلى جهة المغرب أو إلى جهة الغرب. ويقال دحض الشيء برجله إذا فحصه بها، يعني كأنه حرك الشيء، يعني يقال دحض الشيء برجله إذا حركه ليفحصه بها. فالمقصود أن الشمس مالت، يعني إذا كان يصلي الهجرة حين تدحض الشمس، يعني حين تميل عن وسط السماء. وقلنا كما ذكرنا في الدرس الماضي أن الشمس تشرق من جهة الشرق ثم تصعد إلى وسط السماء، فحينها يعني لا تزال يعني تعلو حتى تصل إلى وسط السماء ثم تميل إلى جهة الغرب. فعند بداية ميلانها هذا هو وقت الظهر، لما تبدأ بالميلان، فتذهب عن وسط السماء إلى جهة الغرب، هذا هو وقت الظهر. فحين تدحض الشمس يعني حين تميل عن وسط السماء. So he said to him, he used to pray al-hajr, and we talked about al-hajr, the dhuhr prayer, which he called it the first, when the sun passes the meridian. حين تضحض الشمس means when the sun starts leaning. What is meant is, as we mentioned in the previous class, that the sun rises from the east and it continues to go up until it is in the meridian. It is in the middle of the sky. And then after that, it starts going towards the west. It starts leaning towards the west. This is the beginning of the time of Dhuhr, when it starts tilting away from the middle of the sky or the meridian. So when it passes the meridian, this is the time of Dhuhr. Of Dhuhr. قال ويصلي العصر حين ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. يصلي العصر، يعني يصلي النبي صلى الله عليه وسلم العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة، يعني في آخر المدينة، والشمس حية. الشمس حية يعني لا زالت نقية بيضاء ساطعة، كما قلنا أن صلاة العصر يكون بداية وقتها من كون ظل الشيء كمثليه، كما دلت عليه الأدلة، وتستمر ما دامت الشمس بيضاء نقية، ثم إذا بدأت تحمر وتضيف للغروب، يعني تبدأ تميل للغروب، فإنه يكون وقت الضرورة، فلا بد أن تصلى قبل هذا الوقت، ولا يجوز تأخير صلاة العصر إلى هذا الوقت، إلى حين تحمر الشمس وتبدأ بالميلان لجهة الغروب. نعم. So he said, as for Asr, one of us, he used to pray Asr, and one of us would return to his place of residence at the end of the city, and the sun is still bright. And يعني قال والشمس حية من الحياة، يعني أنها لا تزال بيضاء نقية. He said the sun is still alive, meaning that it's still bright and white, and it hasn't started to turn red in color. فهذا هو المقصود. قال ثم قال ونسيت ما قال في المغرب. He said I forgot what he said in regards to Maghrib prayer. قلنا أن وقت المغرب بارك الله فيكم يبدأ من غروب الشمس، من غياب قرص الشمس في الأفق، ويستمر ما دام الشفق الأحمر مستمرا. الشفق الأحمر هو اللون الأحمر الذي يرى في الأفق إذا نظر الإنسان إلى جهة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة، فإنه يرى احمرارا، فهذا وقت المغرب، ويستمر حتى يذهب هذا الاحمرار تماما. قال ونسيت ما قال في المغرب، وهذا فيه فائدة، وهو أن الإنسان أنه لا
ينقص ولا يقل من قدر العالم وطالب العلم أن يقول لما لا يدري لا أدري، وأن يقول لما نسي نسيت، أن يقول نسيت هذه المسألة، نسيت كذا، ليس فيه بأس، بل هذا يعني بل هي في الحقيقة قول لا أدري. إذا غاب الإنسان عن الإنسان شيء أن يقول لا أدري، هذه مكرمة وشرف يشرف به العالم وطالب العلم أن يقول لما لا يدري لا أدري، ولأن يقول لما نسي نسيت. So he said I forgot what he said in regards to Maghrib. And we mentioned before, Barakallahu fikum, that the time of Maghrib starts when the sun sets, when the sun completely disappears in the horizon. So if the person was looking towards the direction of the west, and the sun, it starts going down until parts of it start disappearing in the horizon, one has to wait until the sun completely disappears in the horizon. And this is the beginning of the time of Maghrib, when the sun completely disappears. And then during that time, you will see some red light in the horizon, which is the reflection of the light of the sun. And it continues, the time of Maghrib continues as long as you see that red light in the horizon. And the time of Maghrib ends when it is completely dark, when you no longer see that red light in the horizon. This is the end of the time of Maghrib and the beginning of the time of Isha. Naam. And then this is a lesson for us. He said, I forgot what he said in regards to Maghrib. And this lesson is that for the student of knowledge, and likewise the scholar, that it is a nobility for him and a virtue of the scholar and the student of knowledge to say about the things he doesn't know, I don't know. And to say about the things he forgot, I forgot. And this does not belittle the scholar, and rather humbleness and saying I don't know to the things that he doesn't know is a nobility and is an honor. قال وكان يستحب أن يؤخر من العشاء. And he used to like to delay العشاء التي تدعونها العتمة, which you call العتمة, or the dark, which comes from the darkness. يستحب أن يؤخر من العشاء. ذكرنا بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم, كما ذكرنا في الدرس الماضي, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العشاء أحيانا ويقدمها أحيانا بحسب اجتماع الناس, كما في الحديث إن رآهم اجتمعوا عجل, وإن رآهم تأخروا أو أبطأوا أخر. So the messenger صلى الله عليه وسلم, sometimes he would delay العشاء and sometimes he would pray early depending on the people. If they gather to pray Isha, he will pray it with them. And if they come late, he will delay it in order to meet that which is more comfortable and easier for those who are attending the prayer. وذكرنا أن هذا ينظر فيه إلى الحريص والنشيط وليس إلى الكسول والمضيع. لا ينظر فيه إلى حال الكسول والمضيع. In this matter, what should be looked at is those who are diligent in attending the congregation, and not those who are lazy about it. لأن المضيع ولأن الكسول كلما يعني أبطأت عليه أبطأ. أما النشيط والحريص هو الذي ينظر إلى مصلحته. نعم. قال ويستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يؤخر صلاة العشاء. وكما ذكرنا أنه مرة تأخر حتى ذهب عامة الليل, يعني قال أهل العلم حتى كان وقت وسط الليل, ثم خرج وصلى بالناس حتى أن بعض الناس
كانوا يعني يغفلون، أو يعني حصل عندهم النعاس الشديد، حتى أنهم كانوا يعني يغفلون أحيانا وهم ينتظرون. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فالوقت الأفضل لصلاة العشاء هو تأخيرها إلى قرابة وسط الليل، ولكن ينبغي للإمام أن يراعي كما قلنا أحوال المصلين. So he used to, the Messenger صلى الله عليه وسلم used to like to delay the Isha prayer. And we mentioned that the best time for the Isha prayer is near the time or close to the middle of the night. Close to the middle of the night. But the Messenger صلى الله عليه وسلم, one time he came out very late. The people of knowledge, they mentioned close to the middle of the night. And some of the people who were waiting, some of the companions, may Allah be pleased with them, who were waiting, they started falling asleep while waiting for the Messenger وسلم, to come out and lead them in the prayer. And then when he وسلم, came out and he led them in the prayer, he said, this is the proper time for it, or this is the best time for it. Except that I fear that I burden my ummah, that I put a burden on you. And so this is the best time for Isha prayer, is to delay it until close to midnight. But it is befitting for the imam and to wait, or to find what is easiest for the congregation, for those who are praying in the congregation, as we mentioned. نعم. قال التي تدعونها العتمة كان يستحب أن يؤخر العشاء. He used to like to delay عشاء. التي تدعونها العتمة, which you call العتمة. العتمة يعني من ال من ال يعني العتمة, وهي الظلام, which comes from the word of darkness. وقد أتى النهي عن تسميتها العتمة. There is a يعني the calling it عتمة. There is a hadith that prohibits us from calling salat al-isha العتمة. ولهذا قال التي تدعونها العتمة, يعني أنه هو لا يدعوها العتمة كما هو ظاهر. So he said the one that you call العتمة, meaning that he himself, Abu Barz al-Aslami رضي الله عنه, he does not call it العتمة. Why? There is a prohibition of calling it العتمة, صلاة العتمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما في معنى الحديث لا تغلبنكم الأعراب, يعني فيدعونها العدمة العتمة, إنما هي العشاء, أو كما قال صلى الله عليه وسلم. The Messenger صلى الله عليه وسلم, he said, do not allow the Bedouins to يعني change the word for you, or to follow them in changing the word or the name. They call it العتمة, and rather it is العشاء. ولكن في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لو تعلمون أو لو يعلمون ما في العتمة والفجر لأتوهما ولو حبوا, أو ما في العتمة نعم, أو قال لو يعلمون ما في العتمة والفجر نعم. The Messenger صلى الله عليه وسلم in another hadith, he said if they knew the virtues and the reward for the prayer, he was referring to Salat al-Isha, and he called it al-Atama. What is in the Atama, meaning the prayer of Isha and al-Fajr, they would come to it even if they were يعني crawling. فالمقصود قال بعض أهل العلم أن النهي للكراهة وليس للتحريم, في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها في كتاب الله العشاء. يعني أن يعني ألا تسمى العتمة. قال بعض أهل العلم جمعا بين الأدلة يحمل على الكراهة, يحمل النهي على الكراهة, وهذا طيب. كما تعلمون أن الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يناقض بعضها بعضا, فما ظهر أنه فيه شيء من التناقض فينبغي أن يحمل مثلا النهي في هذه الحالة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أن النهي للكراهة, والله أعلم.
So there's the other hadith which we mentioned. So how do we reconcile between the hadith? They appear to contradict one another. And we know the hadith, the statements of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, will never contradict one another. In reality, they will never contradict one another because his speech is a revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. So how do we reconcile? The best way to reconcile between them is that the prohibition is that it is disliked. The prohibition, it should be understood that this is something that is disliked and not prohibited. Naam. وهذا هو يعني هذا القول جيد. And this is a good opinion. Because with this opinion, we take all of the evidences. The fact that the Messenger صلى الله عليه وسلم prohibited the calling it Al-Atama, and yet he صلى الله عليه وسلم himself called it Al-Atama in the other hadith. So we reconcile between them that it is disliked to call it Al-Atama. نعم. كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسميتها العتمة وفي حديث آخر سماها العتمة فيحمل النهي على الكراهة أي أنه يكره أي أنه للأفضل للإنسان ألا يسميها العتمة والله أعلم. نعم قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. And he used to hate sleeping before it. قبلها يعني قبل العشاء. كان يكره النوم قبل العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان يكره الحديث بعدها. The Messenger صلى الله عليه وسلم used to hate sleeping before it and speaking after it. Chatting and speaking after it. So the Messenger صلى الله عليه وسلم used to hate that. طبعا المقصود أنه كره شرعي ديني. So the Messenger صلى الله عليه وسلم used to religiously أعرف يعني for religious reasons that he used to hate speaking before it, before صلاة العشاء. فالحديث عفوا sleeping before عشاء. فالنوم قبل صلاة العشاء قد يعرض الإنسان للتأخر في النوم إذا استيقظ فصلاها أن يتأخر في النوم ليلا فيحصل عنده السهر. وتعلمون أن من حصل عنده السهر غالبا سيضيع صلاة قيام الليل وربما يضيع صلاة الفجر في الجماعة والأشر من ذلك والأسوأ أن يضيع صلاة الفجر تماما. ويعني يحزن على حال أناس يسهرون ويتحدثون ويضيعون أوقاتهم ثم ينامون قبل الفجر بقليل ولا يستيقظون لصلاة الفجر ويضيعون الفجر ثم يستيقظون لأعمالهم ولطلب أرزاقهم. فهؤلاء ضيعوا أعمارهم وأوقاتهم فيما لا خير فيه بل فيما فيه شر لهم. ونسأل الله السلامة والعافية. وكذلك الحديث بعدها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعدها لما يحدث فيه من تضيع قيام الليل وربما صلاة الفجر في الجماعة والأسوأ من ذلك كما قلنا تضيع صلاة الفجر تماما حيث لا يقوم الإنسان إلا بعد طلوع الشمس والعياذ بالله. So the Messenger صلى الله عليه وسلم used to hate sleeping before it and chatting after it. Sleeping before عشاء because if one sleeps before عشاء it is likely that he will sleep late after Isha. If he wakes up and prays Isha, he's not going to be able to go back to sleep quickly, and therefore he will be sleeping late. And likewise, speaking after Isha, because if the person speaks and chats after Isha or sleeps before it and ends up staying up after Isha, it is likely that he will sleep late and he will not get up and pray the night prayers. And worse than that is that he will not get up to pray Salat al-Fajr in the congregation and attend the congregation. And what is worse, and much worse, is for the person to sleep and not wake up for Fajr altogether. And just sleep until the sun rises. And it is sad to see individuals and people from amongst the Muslims who stay up late on movies and chatting and smoking hookah and other than this and sleeping very late at night and then sleeping throughout the time of Fajr only to wake up
at 8 o'clock or 9 o'clock to go to work, to seek the provision of Allah subhanahu wa ta'ala, whom the person just disobeyed and left and abandoned the prayer, the pillar of Islam. وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to keep us safe and to protect us from that status. قال وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسة. So he used to ينفتل من صلاة العشاء يعني من صلاة الغداة. الغداة يعني الفجر. So he used to finish the Fajr prayer when the person knows the person sitting next to him. يعني لا يعرف إلا يعرف جليسة حين يعرف جليسة يعني الذي يجلس بجواره. ويفهم منه أنه لا يعرف الذي بجواره الذي بجواره يعني لا يعرف إلا الذي بجواره. وهذا يدل على تبكير على استحباب تبكير صلاة الفجر كما قلنا في الدرس الماضي من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس يعني في الظلام. وذكرنا ما يتعلق بحديث أسفروا بالصلاة تكلمنا عليه في الدرس الماضي. So the messenger صلى الله عليه وسلم used to finish the Fajr prayer when the person barely recognizes or the person starts recognizing the person the individual sitting next to him in the prayer, meaning that he only recognizes the person sitting next to him and not the next person or the next person. So the one would only know those who are sitting on his right and left. And this is an evidence that the Messenger sallallahu alaihi wasallam used to pray Fajr early, very early in the beginning of its time, at dawn, in the beginning of its time, and not delay it until the beginning of the light, of the daylight. And we already talked about the hadith that says delay the Fajr until the daylight starts appearing. We already talked about it and mentioned the answer to that in the previous class and how we reconcile between the ahadith. We talked about it in the previous class. قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة. كان يقرأ في صلاة الفجر بالستين يعني بالستين آية إلى المئة آية. And he صلى الله عليه وسلم used to recite 60 to 100 verses in صلاة الفجر. هذا يدل على تطويل القراءة ومع ذلك كان ينفتل حين يعرف الرجل جليسة. فهذا يدل على شدة تبكيرها وأنه كان صلى الله عليه وسلم يبكرها ويصليها في أول وقتها. So, and he used to recite 60 to 100 verses. ولا شك أن هذا شيء كثير. أن هذه قراءة كثيرة. There's no doubt that those are a lot of verses. So he used to recite a lot in صلاة الفجر. And yet he would finish when the person barely recognizes the next person over, the person sitting next to him. So this is an evidence that the Messenger صلى الله عليه وسلم used to pray Fajr in the very beginning of its time. وأيضا فيه استحباب تطويل القراءة في صلاة الفجر. And also in this is a يعني that it is liked to make the Fajr prayer long and recite a lot of verses and recite a lot of the Quran in Salat al-Fajr. وقد قال الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني تشهده الملائكة وتحضره. والمقصود صلاة الفجر. الله سبحانه وتعالى mentioned the Fajr prayer where he سبحانه وتعالى said what means and the Fajr and the recitation of al-Fajr, meaning the recitation of the Fajr prayer, the dawn prayer. Indeed, the recitation of the Fajr prayer is witnessed, meaning the angels come and witness it. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من مقيمي الصلاة ومن ذرياتنا وأن يتقبل دعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.